السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الو مكملين صوت الناس. اهلا بكل العرب وكل المصريين وكل اللي بيتفرجوا علينا. بس في بدايه الحلقه اسمح لي اسال سؤال: وما قيمه العروبه والعرب؟ ايه قيمه ان احنا عرب بيجمعنا اصل واحد وارض واحده وعادات وتقاليد واحده واديان واحده وحتى اشباه بعض واسامينا قريبه من بعض؟ ايه قيمة العروبة والعرب؟ ايه قيمتنا كعرب وسط الامم؟ بننصر مين؟ بنعين مين؟ او بنحمي مين؟ بنحمي اهلنا؟ بنحمي عربنا؟ بنحمي اعراضنا؟ بنحمي ستاتنا وولادنا؟ لو احنا واخدنا الفخر، تعال نشوف الفخر اللي بنفتخره ده ممكن يكون على ايه؟ على 17,000 طفل في فلسطين؟ 17,000 طفل في غزة لوحدها اتقتلوا خلال سنة؟ ولا على 12,000 سيدة وفتاة اتقتلوا برضو خلال سنة؟ فين مجدنا وشرفنا وعروبتنا اللي بنفتخر بيها؟ يا عم يا اللي فاهم العروبة غلط. العروبة مش عجال، ولا العروبة حفلة في موسم الرياض، ولا العروبة فلوس بترميها تحت رجلين الرقصات. العروبة شرف، انك تحمي عرضك وتحمي ولادك وتحمي قبلهم ارضك ومقدساتك. هي دي العروبه، ودي شيم العرب اللي عرفناها قبل كده واللي قالوها لنا اجدادنا وورثناها كابر عن كابر، عربي عن عربي. مجال الفخر ما بيننا مش ببنينا قد ايه، ولا علينا في البنيان قد ايه، ولا غدرنا ولا خنا ولا بعنا قد ايه. الفخر عند العرب في انك تزود عن حياض العرب والمسلمين. الفخر عند العرب انك تحمي عيال ونساء ورجال وارض العرب والمسلمين. انما تقعد تقول لي انا عربي وهذا العجال عجالي، واصل ليش يلبسون اللون الاحمر، والعجال ليش يلبسوا ابو عبيده؟ انت مصدق نفسك؟ انتوا واخدين من العرب ومن العروبه القشور والمسميات لقطة زي السيسي. ده اللي فضلنا من العروبة والعرب، بعض الأسماء وبعض الصفات، بس مش منهم المروءة ولا النخوة. لأن لو في مروءة ونخوة ما ينفعش العربي يسيب أخوه العربي في غزة بيتقتل على مدار 368 يوم وهو قاعد يتفرج. ما ينفعش العربي يقول وأنا مالي ونعمل لهم إيه، وبعدين يشغلك بكلام فاضي يقول لك اصل العجال الاحمر بتاعي، الشماغ الاحمر ليه بيلبسه هو وبيدعي؟ يا عم الله يخليك، سيبك من القشور والمسميات وخليك في لب العروبه والعرب اذا كنت عربي. الامر مش شكل ولا عجال ولا اسم ولا لسان، الامر افعال، نخوه وكرامه، انك يكون عندك مروءه تحمي أعراضك وتحمي عيالك. إنما غير كده فأنت مسدس صوت أو بوق من الأبواق أو ذباب إلكتروني زيك زي أي حد رخيص بيشتروه بالرخيص. ما تجيش بقى تقول لي عرب وتفخرني بالعروبة والعرب وتحط في اسم دولتك العربية أو العرب، لأن أنت بعيد كل البعد عن مروءة العرب وشرف العرب. وأنت كل اللي بتعمله ان انت عبء على العرب مش اكتر من كده. نقطة ومن اول السطر، ودايما بنقول امة. فين الامة من اللي بيحصل؟ فين الامة من اللي بيحصل في عيالها في كل مكان؟ واوعى الله يخليك تقول لي اصله شيعي مالناش دعوة بيه، لا اصله سني مالناش دعوة بيه. الدم مفهوش سني وشيعي وعربي وفارسي ودرزي. الدم مفهوش اصله مسيحي. الدم كلنا قدامه واحد، لون الدم عند كل الناس احمر، بس الناس اللي بيحكمونا ما بقاش عندهم ولا حاجه من الاحمر، على قوله المصريين اللي هو الخجل، يعني ما بقاش فيه خجل. النهارده لما تبص تلاقي اسرائيل على مدار سنه بتاخد مساعدات عسكريه ومعونات عسكريه وعتاد عسكري، مئات الملايين من الأطنان من أمريكا من ألمانيا من فرنسا من بريطانيا ومن دول تانية، محدش قال فيهم وإحنا مالنا.
وانت كل اللي بتقوله او بتحاول تعمله حاولت تعمله في فترة وبعد كده سكت انك تبعت شوية مساعدات. خدوا يا جماعة قطن وميكروكروم علشان لما تموتوا تبقوا تلاقوا قطنة وتلاقوا كفن. ويطلع زعيم المفروض انه رئيس اكبر دولة عربية اسمها جمهورية مصر العربية يقف ما بين شاحنات المساعدات علشان يقول لك ان هو راجل جامد جدا وانه يعني يقدم لفلسطين. بقت دي المشاهد وبقت دي العروبة وبقت دي الامة اللي بنتكلم عنها. انا عايز اوريك بس جزء من المساعدات الامريكية اللي وصل لاسرائيل في السنة اللي فاتت. امريكا بس 17.9 مليار دولار، يعني حوالي 18 مليار دولار ده قيمة المساعدات العسكرية اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل من بداية الحرب على قطاع غزة، وده وفقا لتقرير نشرته الأسوشيتد بريس عن دراسة أعدها برنامج تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية. حوالي 18 مليار دولار. السؤال، كم أعطى العرب للعرب من مساعدات؟ مش هقول عسكرية حاشا لله عشان هم بيخافوا، من مساعدات مادية. كل واحد بيروح يغسل ضميره، يغسل عروبته، عايز يلمعها قدام الكل، فيقول لك والله احنا ادينا لهم 20 مليون، 30 مليون، رمينا لهم من فوق من الطيارة مش عارف قد ايه، بعد ما استأذننا الاسرائيليين ان احنا نطلع نرمي لأهلنا اكل. دي العروبة والعرض.